ونحن نعود إلى الموضوع السوري والعملية في إدلب التي بدأت اليوم وستستمر وفق ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم. نتحدث أكثر عن هذه العملية من الحدود السورية التركية معي عبر الهاتف إبراهيم الإدلبي مستشار الجيش الحر. مساء الخير، أهلا بك معنا إبراهيم. إذن العملية بدأت اليوم، نتحدث عن الجيش الحر والدعم التركي الروسي، هل ممكن أن نعرف بداية من حضرتك المزيد من تفاصيل؟ مساء النور لك ولجميع المشاهدين. طبعا بالنسبة لما يحدث الآن على الحدود السورية التركية من قيام الجيش التركي بإزالة الحائط الذي بني في وقت سابق من أجل إدخال القوات التي استخدمت من منطقة درع الفرات، وأيضا دخول القوات التركية المتمركزة على الحدود السورية التركية من جهة محافظة إدلب، إن كان من منطقة هاتاي أو حتى الريحانية. طبعا في الساعات القريبة القادمة يتوقع دخول القوات الجيش الحر والقوات الرديفة إلى داخل المحافظة من عدة محاور. طبعا القوات التي استخدمت من منطقة درع الفرات والتي قدر عددها بقرابة 1500، إضافة إلى القوات الرديفة أيضا الموجودة على الحدود السورية التركية، وأيضا هناك كانت إرسال تعزيزات من قبل فصائل الجيش الحر المتواجدة في محافظة إدلب، إن كان طيلق الشام وأيضا بقية الفصائل باتجاه منطقة أطمة، حتى يقوموا بتعزيز الشريط الحدودي السوري التركي من الجهة الشمالية وتنظيفه بشكل كامل وتأمين المنطقة من أجل دخول القوات الرديفة إلى إدلب. طيب، يعني مبدئيا الفصائل نتحدث عن 1500 تقريبا بالداخل غير من هو متواجد على الحدود. إبراهيم، كم عن 1500 متواجدين على الحدود حاليا؟ على الحدود. طيب، عن كم من الوقت يتحضر الجيش الحر؟ يعني تقريبيا طبعا لا يمكن الحسم فيما يتعلق بأي معركة عسكرية، ولكن ما الذي يتوقعه انطلاقا طبعا من معارك سابقة لهذه المعركة، معركة إدلب؟ طبعا لا يمكن وضع تخمين وقت او نهايه للمعركه حتى تتم تحقيق كافه اهدافها، ولكن صعوبه المعركه هي بعمليه الفصل ما بين الجيش الحر والتنظيمات الارهابيه المذكوره في إدلب وريفها، وخصوصا ان المنطقه معقده جغرافيا وايضا على مساحه واسعه غير معركه درع الفرات، تكون معركه حقيقه صعبه جدا في حال جبهه النصر لم تعي الموضوع وخطورته، اذا لم تقوم بتفكيك نفسها وحل نفسها، او ايضا اذا لم تنسحب من المناطق المتفق عليها حتى لا تدور هناك معركه الاشتباك. في حال طبعا كانت قررت النصره المواجهه فستكون هناك معارك طاحنه ما بين الطرفين وستنتهي بزوال النصره كما زالت داعش في منطقه ريف حلب الشمالي والشرقي. في تنسيق تام مع داعمي هذه المعركه اليوم سيد ابراهيم، تنسيق تام متعلق بكافة التفاصيل مع من هو موجود على الأرض، إن كان طبعا تحدثنا عن روسيا أو عن تركيا؟ التنسيق فقط مع تركيا من قبل الجيش الحر. أما روسيا وما تحدثت به طبعا على أنها ستقوم بإعطاء غطاء جوي، الغطاء الجوي الروسي لا يعني الجيش الحر، إنما القوات الروسية لديها ميليشيا موجودة في الريف الشرقي لمحافظة إدلب، هذه الميليشيا هي التي ستتقدم باتجاه جنوب محطة جنوب سكة الخطاب، لذلك هي ستقوم بتأمين خط جوي لهم وإمداد جوي لقواتها. أما من طرف الجيش الحر التنسيق فقط مع الجيش التركي لا أكثر. طيب، أنا أشكرك جزيلا من إدلب من الحدود السورية التركية عبر الهاتف إبراهيم الإدلبي مستشار جيش الحر، شكرا لك إبراهيم.